الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، سنة أبو داود أول كتاب الأطعمة، روى المصنف في باب أكل لحوم الحمر الأهلي بأن أمس أنها حرام، وحرمها الله جل وعلا على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث الصارخ فصرخ فقال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلي. طيب، هنا عندنا حديث يستدل به من قال بأن الحوم الأهلية جائزة ليست حرام، روى المصنف بسنده عن غالب بن أبجر رضي الله عنه قال أصابتنا سنة القحط والجد، أصابتنا سنة، السنة أنه تمطر السماء لكن لا تنبت الأرض، أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان الحمر، وإنك حرمت الحمر الأهلية، فقال أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية، جوال القرية اللي هي الجلالة، يعني هو كأنه حرم الحمير على أنها تأكل النجسات، يعني كأنه لما حرم جلالة تحبس حتى تطهر ثم ذلك تؤكل. أهل السنة والجماعة في سوريا هم ساداتنا، نسأل الله أن يفرج كربهم وأن ينصرهم على عدوهم وأن يمكن لهم، ونسأل الله أن يرحم شهداءهم، فالخير كل الخير يأتي من هناك، والله ينتقم من هذا الكافر الفاسق الفاجر الذي هو عليه النصير العلوي. هنا هذا الحديث هنا فيه دلالة على الإنسان لما حرم الحمر الأهلية حرمها على 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 التخصيص، على تقييد بأنها حرمها من أجل الجلالة، من أجل جوال القرية، يعني الجلالة اللي أكل النساء، يعني يطهر بمدة كما قال إسحاق وقال ابن عمر ويأكلها، وهذا كلام باطل. أولا الرد على هذا الحديث، الحديث الأصيل المحكم أن النبي حرم لحوم الحمر الأهلية، بل قال النبي هي رجس نجس، صرخ وقال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، وكانت القدور تغلي بلحوم الحمر الأهلية فأكفأوها، وقال النبي إنها رجس، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها رجس، ففيها دلالة واضحة جدا على أنها نجسة. وأما هذا الحديث حديث ضعيف، هذا الحديث باتفاق المحدثين أنه حديث ضعيف لم يصح، ولو صح لكان منسوخا، لكن النسخ فيه نظر أنه قال إنك حرمت الحمر الأهلي، إنك حرمت الحمر الأهلي، قد يقال بأن هذا الباب أنه أحل له ذلك أنه قال لم أجد طعاما لأهلي إلا سمان الحمر، فكانت هذه المنزلة منزلة التخصيص، منزلة الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، يعني كانت المسألة هنا التحليل هنا كان لعلة الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات، لأنه قال ما وجدت طعاما أن أطعم أهلي إلا سمان الحمر الأهلية، فيخرج بذلك أنه من ضرورة، والضرورات لها أحكام خاصة بها، الضرورات تبيح المحظورات، وصح أنه ليس ضرورة. الحديث متفق على ضعفه فيه. المنذري قال اختلف في سند الحديث اختلافا كثيرا، وقد ثبت تحريم الحديث جابر كما قلنا بأنه حرم اللحوم الحمر الأهلية وأحل القريب، وذكر البيهقي وقال هو مضطرب الإسناد، البيهقي قال هو مضطرب الإسناد، وقال أبو داود روى شعبة هذا الحديث إلى قوري قال مسعر أرى غالبا الذي أتى من السلام هذا الحديث، غرض المؤلف من ذكر كلامه هذا بيان اختلاف الإسناد، هو كما قلنا الإسناد مضطرب والإسناد ضعيف، باتفاق المحدثين هذا الحديث ضعيف، والصحيح أن لحوم الحمر الأهلية محرمة، لحوم الحمر الأهلية محرمة بأحاديث محكمة من قول من أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية وأحل الخيل. الفوائد المستنبطة: الضرورات تبيح المحظورات ولا أحكام خاصة، الضرورات تبيح المحظورات ولا أحكام خاصة، الرجوع إلى العلماء، التفريق بين النجس لذاته والنجس لغيره، النجس لذاته محرم لذاته والنجس لغيره محرم لغيره، يعني كالجلالة، الجلالة محرمة لأكلها النجاسة
لو بقيت مدة طهر الجلد يجوز أكلها. وأما المحرم من ذلك الخنزير وغيره فهو لا يجوز فيجوز أكله. ختام الباب بقى في أكل أو الكتاب الأطعمة في أكل حمر الحمر الأهلية. روى المصنف بسندي عن عمرو شعيب عن أبي عن جدي، وقلنا هذه السلسلة فيها 13 قول، والصحيح أنها من إذا روى عنها ثقة فهي صحيحة. نعم، عن عمرو شعيب عن أبي عن جده نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية والجلالة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية والجلالة وعن ركوبها وعن حملها، وعن ركوبها وعن حملها. عن لحوم الحمر الأهلية قد قلنا بأن المحكم أن النبي حرمها وأحل لحوم الخيل. النبي صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية وأحل لحوم الخيل كما قال ابن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وقال في لحوم الحمر الأهلية إنها رجس، يعني إنها نجسة، إنها رجس يعني إنها نجسة. وحرم وقال وحرم الجلالة، الجلالة التي تأكل العضلة، وقلنا الاختلاف فيها كان بين العلماء كثيرا، والراجح فيها أنها يحرم أكلها حتى تحبس فتعلف علفا جيدا فتطهر. ليث كان يقول لو غسلت غسلا، أو إسحاق يقول لو غسلت غسلا قويا تؤكل، لأنها ليست محرمة لذاتها. والصحيح الراجح أن الجلالة محرمة حتى تغسل، أنها محرمة حتى تغسل حتى يطهر جلدها بأن تعلف علفا طيبا طاهرا لمدة 3 أيام كما قال ابن عمر أو غيره سام كاتب. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب الجلالة، نهى عن أكلها ونهى عن ركوبها، لأنها كما قلنا إذا كان اللحم إذا أكلت أكلا يجعل اللحم نجسا فإن العرق أيضا يكون كذلك، فإن العرق يكون كذلك، العرق أيضا يكون نجسا كذلك. هذا ختاما للباب بفضل الله تعالى. الفوائد المستنبطة للحديث الثاني: قوة دلالة الاقتران بالسياق، قوة دلالة الاقتران بالسياق، التفريق بين المحرم لذاته والمحرم لغيره أيضا، الأصل في النهي التحريم، هذه الفائدة الثالثة، الأصل في النهي التحريم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.